طلاب الأعزاء، النهاردة محاضرتنا هتكون على موضوع جديد في الانترودكشن. الموضوع بتاعنا النهاردة موضوع البونز. لما نيجي نتكلم على البونز، لما بنوصف البونز بنقول the bones form a hard type of connective tissue. احنا اتفقنا connective tissue يعني النسيج الضام. النسيج الضام زي ما هناخده في الهيستولوجي انواع. الفايبرس تيشو نوع من انواع الكونكتيف تيشو اللي هو النسيج الليفي. الاتيبوز تيشو او الفات نوع من انواع الكونكتيف تيشو. الكارتلج يعني الغضاريف نوع من انواع الكونكتيف تيشو. وايضا البونز العظام نوع من انواع الكونكتيف تيشو او النسيج الضام. ولكن البونز تتميز بحاجه مختلفه. This is a hard type of connective tissue. يعني ده نوع صلب من انواع الكونكتيف تيشو او نوع صلب من انواع النسيج الضام. ما سبب الهاردنس دي؟ It's hardness due to its content of calcium. البون نوع صلب من النسيج الضام لأنه بيحتوي على الكالسيوم. The bones are composed of. مكون من إيه البون؟ أول حاجة cells. السيلز اللي عاملة البونز living cells اسمها osteocytes. Osteo كلمة دايما تطلق على البون. علم دراسة العظام بنسميه osteology. So osteo means bone, site يعني cell. So the living cells are called osteocytes. تاني حاجة مكونين لي البونز intercellular collagenous matrix، يعني في matrix أو وسط موجودة في هذه الخلايا. intercellular يعني ما بين الخلايا، collagenous matrix يعني وسط عبارة عن كولاجين موجود ما بين الخلايا، وده بنعتبره organic component يعني الجزء العضوي. تالت حاجة cement substance، مادة بتلصق التيشوز مع بعض. cement substance and mineral salts أملاح، وده بنعتبره inorganic component. يبقى البونز مكونة من خلايا living cells أو osteocytes plus intercellular collagenous matrix ده الorganic component and cement substance مادة بتلصق structures مع بعض and mineral salts أملاح inorganic component. لما نيجي نصنف البونز مهم جدا we classify او نصنف البونز according to the regions. So according to the regions عندنا regional classification of bones. حسب الريجن بنصنف البونز ل two major parts. اول حاجة axial skeleton او الهيكل المحوري، وده هيشمل بعض البونز هنعرفها دلوقتي. and appendicular skeleton. appendicular جاية من appendages يعني أطراف، فالappendicular skeleton يشمل the bones of the appendages اللي هي upper and lower limbs الأطراف العلوية والسفلية. and their girdles. girdle هنعرف يعني حزام. shoulder girdle and pelvic girdle هنعرف التفاصيل دي مع بعض، لكن مبدئيا نتفق ان احنا according to the region هنقول ان احنا عندنا axial skeleton وعندنا appendicular skeleton. What are the parts of the axial skeleton? Number one, the skull, الجمجمة, and the mandible, الفك السفلي. Number two, the ribs, الضلوع. Number three, the sternum, عظمة القص, العظمة اللي موجودة في مقدمة الصدر. And number four, the vertebral column, العمود الفقري اللي موجود في the back of the body. يعني لما نيجي عشان نحفظهم مع بعض، عشان نحفظهم مع بعض نحفظهم كالتالي بالترتيب عشان ما ننساش. number one skull، number two sternum، number three ribs، واخيرا number four vertebral column. لما نيجي نتكلم على السكال، السكال ممكن نسميها cranium which contains the brain. تحتوي السكال طبعا the brain المخ and its meninges. المننجيز هي الأغشية المحيطة بالمخ، الأغشية السحائية المحيطة بالمخ plus the mandible الفك السفلي، وده يعتبر part of the facial bones يعتبر جزء من عظام الوجه، ودول يعملوا the skeleton of the head. يبقى أنا عندي the skeleton of the head عبارة عن السكال or cranium plus mandible. لما نيجي للريبز، the ribs are 12 pairs. 12 pairs 12 زوج من الريبز and their costal cartilages. ايه costal cartilage؟
الريب لما يجي يشبك في الاسترنم او يعمل جوينت اتس ميديال بارت، ما هيش بون، عباره عن كارتلج، بسميها كوستال كارتلج. سو ذا ميديال بارت اوف ايتش ريب از ا كوستال كارتلج ذات ميكس ا جوينت وذ ذا استرنم. سو وي هاف ذا ريبس 12 بيرز اند ذا كوستال كارتلج اند ذا استرنم، دول بيساعدوا في الفورميشن اوف ذا ثوراسيك كيج او القفص الصدري. لما نيجي للفيرتبرال كولوم اللي موجود في الخلف is formed of a series of bones، مكون من مجموعة من العظام أو الفقرات called vertebrae، الفقرات which are 33 vertebrae، عدد الفقرات في العمود الفقري 33 فقرة. The vertebrae articulate together by wide fibrocartilaginous intervertebral disc، يعني بين كل vertebra والتانية في cartilage بنسميه intervertebral disc، ده نوع من أنواع الكارتلج اسمه وايت فايبرو كارتلج. So the vertebrae are connected together، مربوطين مع بعض between each vertebra and the other vertebra، عبارة عن كارتلج اسمه intervertebral disc. ده اللي لما بيتحرك من مكانه ويبتدي يضغط الأعصاب بنقول الشخص ده عنده إيه؟ عنده ديسك جاية من intervertebral disc، أو عنده انزلاق غضروفي جاية من إن هي كارتلج أو غضروف. So the vertebrae are connected together by cartilaginous intervertebral disc. لما اجي للvertebral column هلاقي vertebral column is divided into 5 regions، مكون من 5 اجزاء. اول جزء من vertebral column موجود في الرقبة in the neck، وعامل 7 cervical vertebrae، 7 فقرات عنقية. يبقى اول جزء من الفيرتبرال كولوم عبارة عن 7 vertebrae بنسميهم cervical vertebrae او فقرات عنقية. بعد السبع cervical يجي 12 thoracic، 12 فقرة صدرية، 12 thoracic vertebrae. بعديهم يجي 5 lumbar vertebrae، 5 فقرات في منطقة البطن بنسميهم الفقرات القطنية، 5 lumbar vertebrae. يبقى قلنا 7 cervical vertebrae، 12 thoracic vertebrae، 5 lumbar vertebrae. ونلاحظ كده ان كل ما بننزل لتحت اخبار الفيرتبري ايه في الحجم، بتزيد ولا بتقل؟ كلما اتجهنا from above downwards the vertebrae increase in size. ليه؟ لان بتبقى شايلة body weight اكتر نازل عليها. بعد الخمسة اللمبر عندنا 5 sacral vertebrae، فقرات عجزية. السيكرال فيرتبري بدل ما يفضلوا فقرات كل فقرة مستقلة اتحدوا مع بعض وعمل وان سينجل بون اللي هو السيكرم. So we have 5 sacral vertebrae that fused together to form one single bone اللي هو السيكرم. واخيرا عندي 4 coccygeal vertebrae، 4 coccygeal vertebrae 4 فقرات عصعصية، برضو ال 4 coccygeal vertebrae اتحدوا مع بعض وعملوا وان سينجل بون اللي هو الكوكسكس او العصص. يبقى لو جمعنا دول مع بعض 7 cervical، 12 thoracic، 5 lumbar، 5 sacral fused together to form the sacrum، 4 coccygeal fused together to form the coccyx، يدوني مجموع الفيرتبري اللي قلنا ان هم 33 vertebrae. The vertebral column forms the exoskeleton of the body، يعني هو عامل الهيكل المحوري للجسم. فايدة تانية ليه ان هو supports the weight of the body، هو بيحمل البودي ويت كله وبيوزعه للتو lower limbs. واخيرا it protects and surround the spinal cord، بيحمي وبيحيط للسباينال كورد او النخاع الشوكي. يبقى these are the functions of the vertebral column. ناخد بالنا vertebral column يعني العمود الفقري ده بون، جواه السباينال كورد اللي هو النخاع الشوكي وده nervous tissue. لما نيجي نشوف الفيرتبرال كولوم هنقول the vertebral column has curves. في البداية the vertebral column has a primary curve، يعني مقوس بقوس مبدئي او ابتدائي اولي. The vertebral column is concave until at birth، يعني لما الطفل بيتولد بيبقى الطفل دايما مقوس ناحية الامام، وبالتالي بيبقى الvertebral column واخد هذا الشكل. بيبقى كل الvertebral column عند الطفل لحظة ولادته بيبقى concave anteriorly، مقوس للامام.
بعد كده مع تقدم الطفل في السن بيبتدي يحصل للفيرتيبر كولوم سكندري كيرفز. فبعد ما كان كله كونكيف انتيلي بالشكل ده ابتدى في منطقه السيرفايكال فيرتيبري يحصل سيرفايكال كيرف which becomes convicts anteriorly محدب للأمام. هو كله في البداية كان مقعر كان كونكيف لكن ابتدى يتكون cervical curve which is convicts anteriorly امتى؟ when the child extends his head at the third to fourth months في الشهر الثالث أو الرابع من عمر الطفل لما يبتدي يقيم راسه كده under the weight of the skull يبقى cervical region convicts anteriorly وسمي ده the secondary cervical curve. بعد كده thoracic area تفضل concave لكن نلاقي lumbar region بقت convicts برضو anteriorly. The lumbar curve becomes convicts anteriorly when the child begins to walk between 12 to 18 months. لما يوصل لسن سنة لسنة ونص لما يبتدي يمشي على رجليه under the weight of the body يحصل ان اللمبر vertebrae هتبقى convicts anteriorly فتعمل اللمبر curve due to the strengthening of the muscles of the back. عضلات الباك بتقوى ونلاقي ان بقى في secondary lumbar curve. يبقى تاني في البداية vertebral column لحظة الولادة بيبقى كله concave anteriorly وبسميه primary curve. لما ابتدى الطفل يقيم راسه في الشهر الثالث والرابع السيرفايكال فيرتبري بقت convicts anteriorly ولما ابتدى يمشي اللمبر فيرتبري بقت anteriorly. هذا السيرفايكال كيرف وهذا اللمبر كيرف are convicts anteriorly and these are called the secondary curves. اتكلمنا على الاكزوسكيلتون نيجي نتكلم على الابنديكولار سكيلتون الهيكل الطرفي. الهيكل الطرفي يعني بمنتهى البساطه the skeleton of the upper limb and the skeleton of the lower limb. The skeleton of the upper limb resembles that of the lower limb. الاثنين شبه بعض قوي. Each consists of three segments ثلاث اجزاء. هيبقى عندي في الابر limb proximal segment اللي هو الارم وهيبقى عندي intermediate segment اللي هو الفور ارم وهيبقى عندي distal segment اللي هي الهاند. في اللور limb عندي برضو ثلاثة segments هيبقى عندي الثigh proximal segment الليج او الساق ثم الفوت. ايه اللي بيميز البونز بتاعت كل جزء؟ البروكسيمال سيجمنت سواء في الابر ليمب او في اللور ليمب كونتينز وان بون. الانترميديت سيجمنت سواء في الابر ليمب او اللور ليمب كونتينز تو بونز فيها عظمتين. اما الديستال سيجمنت سواء الهاند او الفوت formed of three regions يبقى في ثلاث مناطق من البونز. يبقى تاني the proximal segment in the upper limb او lower limb has one bone the intermediate segment in the upper and lower limbs has two bones and the hand or the foot which is the distal segment is formed of three regions. نلاحظ ان each limb is connected to the exoskeleton يعني انا مش هسيب الليمب لوحده كده طاير لوحده لكن لازم اربطه بالاكزوسكيلتون. اللي هيربط الابر limb بالاكزوسكيلتون جردل. جردل يعني حزام اسمه شولدر جردل وده معمول من عظمتين بينما اللور limb هربطه مع الاكزوسكيلتون بحزام اخر معمول بالعظمه دي اللي هي عظمه الحوض اللي هي الهيب بون وده هسميه بيلفيك جردل او حزام الحوض. ناخد بالنا وزي ما هنشوف ان الشولدر جيردل هيربط الابر ليمب مع الاكزوسكيلتون اند ذا بيلفيك جيردل هيربط اللور ليمب مع الاكزيال سكيلتون. تعالوا نركز كده على البونز اوف ذا ابر ليمب اولا ثم نتكلم على البونز اوف ذا لور ليمب. لما نيجي نتكلم على البونز اوف ذا ابر ليمب هنلاقي اتفقنا اول حاجه الشولدر جيردل او بنسميه بيكتورال جيردل معمول من ايه؟ معمول من تو بونز الكلافيكل اللي هي العظمه عظمه الترقوه اللي عندي هنا وعندي العظمه اللي من ورا على الريبز من الخلف اللي هي السكابيلا. هنا الكلافيكل والسكابيلا مع بعض يمثلوا لي الشولدر جيردل. سو ذا شولدر جيردل in the upper limb is formed of two bones the clavicle and the scapula. بعد كده نيجي للبون of the upper arm العظمه اللي موجوده في الابر arm اسمها humerus وده شكلها. ثم نيجي للفور arm هنلاقي two bones one bone laterally and one bone medially. العظمه الميديالي اسمها ulna والعظمه اللاترالي اسمها radius so we have two bones in the forearm the ulna medially and radius laterally. هنا ده منظر الالنا بون وده منظر الريديس. بعد كده هنيجي نلاقي الهاند.
In the hand, the bones are formed of three regions. أول منطقة عندنا اسمها carpus، تاني منطقة عندنا هنا اسمها metacarpus، ثم الفالنجيز. The carpus اللي هي المنطقة الموجودة في بداية الكف، المنطقة دي عبارة عن small bones عددهم 8، 8 small carpal bones they form together the carpus. بعد كده عندنا الميتاكاربس formed of 5 metacarpal bones على حسب عدد الأصابع، 1 metacarpal bone لكل finger. ثم الفالنجيز عقل الأصابع، الفالنجيز عددهم 2 in the thumb، الثمب هو الصباع القصير اللي هنا أول صباع في الهند، ثم عندي بعد كده 3 عقل في كل واحد من الأصابع الأخرى. طبعا هنعرف أسامي الفينجرز كل صباع باسمه بعد كده، لكن الفالنجيز 2 in the thumb وتلاتة فالنجيز في كل واحد من العقل دي. طيب these are the bones of the upper limb. What about the bones of the lower limb؟ شبه الأبر limb إلى حد ما، لكن في بعض الاختلافات. إيه هي الاختلافات اللي هتقابلنا؟ أول حاجة عندي البلفيك جيردل، حزام الحوض، معمول من وان بون فقط، الهيب بون. إحنا كنا في الأبر limb أفكركم، وده حاجة بتتسأل كتير، إن الشولدر جيردل معمول من تو بونز، الكلافيكل والسكابولا، but the pelvic girdle is formed of one bone اللي هي الهيب بون. So this is followed by the thigh، هنلاقي فيه وان بون اللي هي الفيمر، عظمة الفخذ. ثم in the leg هنلاقي two bones، one bone كبيرة ميديال اسمها tibia عاملة قصبة الرجل، ده tibia، وعظمة تانية lateral رفيعة اسمها fibula أو الشظية. هننزل للفوت هنلاقي ثلاثة regions، الثلاثة regions هما مين؟ tarsus ثم metatarsus ثم phalanges. في الأبر limb كان عندنا إيه؟ carpus ثم metacarpus، هنا tarsus ثم metatarsus. التارسس عبارة عن small bones برضو، بس عددهم كام؟ 7. In the hand كان carpal bones 8، in the foot the tarsal bones 7. وطبعا التارسال bones أكبر شوية من carpal bones لأنهم carrying the body weight. ثم الميتاتارسس معمول من metatarsal bones عددهم 5، واحد لكل صباع في الفوت، وبالمناسبة أصابع الفوت اسمها toes ما اسمهاش fingers، fingers هم أصابع اليد ولكن التوز هم أصابع القدم. ثم الفالنجيز، two phalanges in the big toe الصباع الأكبر، ثم ثلاثة phalanges في كل صباع من الأصابع الأخرى. So these are the bones of the lower limb، دول اللي بيمثلوا الـ appendicular skeleton. نيجي نتكلم على functions of the bones، إيه وظائف البون؟ Number one, supporting framework of the body، هو الهيكل المناسب بالنسبة للجسم واللي بيدي support أو استقرار للجسم، سواء شخص واقف أو قاعد إلى آخره. Number two, attachment of muscles، طبعا العضلات تبقى attached للبونز. Number three, they act as biomechanical levers for movements، يعني هما كأنهم روافع بالنسبة للحركة، يعني هي العضلة لما بتنقبض العضلة بتبقى متثبتة في العظام من ناحيتين، فلما تنقبض أو تقصر تعمل contraction هتقرب عظمة العظمة وبالتالي تعمل الحركة المفروض تحصل عند المفاصل. Number four, protection of underlying organs، يعني العظام بتدي حماية للحاجات اللي تحتيها، زي إيه؟ The skull protects the brain، بتدي حماية للمخ. الفيرتبرال كولم بيدي حمايه للسباينال كورد، النخاع الشوكي. الثراسيك كيج بيدي حمايه للهارت واللنجز، القلب والرئتين اللي داخله. نمبر 5، ذا بونز ار ستور هاوسز، مخازن لتخزين ايه؟ بتخزن الكالسيوم والفوسفورس والمغنيسيوم، ويعتبر مينرال ريزرفوار، هو الخزان للاملاح المهمه في الجسم. إلى جانب أن البونز مخزن، هي مصنع مهم for synthesis of RBCs، تصنيع كرات الدم الحمراء within the red bone marrow، جوه نخاع العظمي الأحمر. احنا عندنا نوعين من البون مارو زي ما نعرف، عندنا red bone marrow وعندنا yellow bone marrow. اليلو بون مارو نوع passive شوية أو خامل شوية، ولكن الريد بون مارو هو اللي بيصنع الريد بلاد سيلز، وبيبقى أكتر موجود
in the ends of long bones في أطراف العظام الطويلة والسترنم اللي هو عظمة القص في الصدر والريبز and vertebrae يعني تقريبا موجود أكتر في الأكسيال سكيلتون. The last function for the bones is the transmission of the body weight. طبعا البون شايل البودي ويت كله بتشيله من كل الجسم بيحمله العمود الفقري وبيوزعه للتو لور ليمز اللي ثابتين على الأرض for carrying the body weight. So these are the functions of the bones. ندخل على موضوع تاني مهم وهو classification of the bones. احنا قسمنا البونز مبدئيا according to the regions لأجزاء سكتن وأبندكتر سكتن. دلوقتي هنعمل classification آخر للبونز morphological أو anatomical classification according to the shape of the bone. هنصنف البونز حسب شكلها وهنلاقي في تصنيف البونز حسب شكلها ست أنواع. أول نوع the long bones العظام الطويلة. اللونج بون تتميز بإيه؟ The long bone has two ends upper end and lower end and in between ما بين التو انز عندها شافت زي ايه bones of proximal and intermediate segments of the limbs زي الهيومرس والريديس والألنا في الأبر limb وزي الفيمر والتيبيا والفيبولا in lower limb. All these bones are long bones. ده النوع الأول من bones according to the shape. Number two هلاقي short bones. Short bones يعني عظام قصيرة. ايه short bones اللي ممكن نقابلها؟ الشورت بونز زي الكاربال بونز اللي موجودة in the hand أو التارسال بونز اللي موجودة in the foot. These bones are strong and help in limited movement بتساعد في الحركات البسيطة ولكنها very strong bones. يبقى قلنا long bones. Number two short bones. Number three flat bones يعني عظام مبططة أو مفلطحة. الفلات بونز زي الاسكابيلا زي الستيرنم and the skull cap دول يعتبروا flat bones. They have wide surface for muscle attachment or protection. يعني الflat bones بيخدموا وظيفتين. أولا أنها bones flat فبيبقى في أماكن لattachment لmuscles عديدة. ثانيا ممكن يدوا protection للunderlying structures. Number four هلاقي حاجة اسمها irregular bone يعني عظمة غير منتظمة زي الفرتبري الفقرات بتاعت العمود الفقري تلاقي طالع منها زوائد كتيرة قوي ملهاش شكل منتظم فبقولتي irregular bones. Number five pneumatic bones. Pneumatic bones اللي عندي يعني ايه؟ pneumatic يعني نيمو يعني air. Pneumatic bones يعني bones containing air filled spaces يعني هلاقي جوه بعض العظام فراغات مليانة هواء والفراغات دي lined with mucous membrane زي البارانيزال sinuses أو الجيوب الأنفية in skull bones فبعض عظام السكال يعني العظمة اللي هنا في السكال دي اسمها مجزلة هلاقي جواها cavity مليانة هواء. العظمة اللي هنا في السكال اسمها frontal bone هلاقي فيها cavities جواها هواء. فبنقول ان المجزيلري بون بتاعت السكال والفرونتال بون بتاعت السكال دول اسمهم نيوماتيك بونز. ليه؟ لانهم بيحتووا فراغات مليئة بالهواء and lined by mucous membrane. يعني مثلا لو جينا شفنا مثلا السكال دي لما نجي اشوف السكال دي هلاقي ان البون اللي هنا دي فرونتال بون هلاقي هنا في كافيتي جوه الفرونتال بون ده بسميه frontal air sinus جيب من الجيوب الأنفية. خد بالكوا الكافيتيز اللي بنقصدها كافيتي جوه البون نفسه احنا ما بنقصدش الكافيتي اللي جوه السكال اللي فيها البرين لكن بنقصد كافيتي جوه البون نفسه. فده دي الفرونتال بون جواها كافيتي اسمها frontal air sinus. لما اجي ابص هنا برضو هلاقي العظمة اللي جنب الأنف دي maxillary بون جواها برضو maxillary air sinus. عشان كده هنقول ان البونز دي بسميها نيوماتيك بونز لانها بونز كونتيننج اير فيلد سبيسز اللي هم الجيوب الانفيه.
ايه اهميه الجيوب الانفيه دي وليه تكون موجوده؟ الجيوب الانفيه ليها ثلاث وظائف هنعرفهم بعد كده بالتفصيل، لكن مبدئيا to reduce the weight of the skull، بتخفف وزن السكال شويه. ثانيا help in resonance of voice، تخلي الصوت بيطلع بيرن، لان لما الصوت بيطلع حواليه تجاويف مليانه هواء يطلع بيرن، انما لو التجاويف دي مش موجوده الصوت يطلع مكتوم. For example مثلا لو واحد جاله دور برد او انفلونزا واتملت الساينس دي سكريشنز، نقول الشخص ده خنف. خنف يعني ايه؟ الصوت بيطلع مكتوم مش بيطلع بيرن بالريزونانس بتاعه الطبيعي. تالت فانكشن للاير ساينسز انها بتساعد وورمنج للاير، بتدفي الهواء هو داخل. يبقى اتكلمنا دلوقتي في التايبس اوف بونز اكوردنج تو ذا شيب، اتكلمنا على تلات انواع، على خمس انواع. اول نوع كان اللونج بونز، تاني نوع كان الشورت بون زي الكاربال والترسل، تالت نوع كان الفلات بون زي السكابلا والسكال كاب، رابعا الريكلر بون زي الفرتبري، خامسا نيوماتيك بونز زي الفرونتال بون والمجزيلا ان سكال، اخر نوع سيسامويد بون. دول عبارة عن small nodules of bones، اجزاء صغيرة من البونز found in the tendons of certain muscles. ليه؟ يعني دي عظام صغيرة موجودة في بعض أوتار العضلات. To reduce friction، بتقلل احتكاك over the bony surfaces، بتقلل الاحتكاك بتاع العظام مع بعض. الاكزامبل الشهير ليها عظمة مشهورة قوي اسمها باتيلا، بنسميها بالعربي صابونة الركبة، وعظمة تانية واحدة من ضمن الكاربال بونز اسمها بيزي فورم بون، دي وان اوف ذا كاربال بونز. اشكال بيزي فورم دي ممكن نصنفها حاجتين، ممكن نحطها مع الكاربال بونز في الشورت بونز، وايضا ممكن نحطها از سيسامويد بون. سو ذيس ار ذا تايبس اوف ذا بونز اكوردنج تو ذير شيب. تعالوا بقى نتكلم في موضوع مهم، What are the parts of a growing long bone؟ عايزين نشوف أجزاء اللونج بون، مش اللونج بون اللي عندي ولا اللي عندكم، لكن اللونج بون بتاع الطفل ولسه بتنمو فيه، فاحنا هنتكلم على the parts of a growing long bone. لو دي لونج بون هنلاقي the long bone which is growing has two ends، each end اسمها epiphyses. Each one of the two ends of the long bone is called epiphysis. Between the two ends we have a shaft, and the shaft is called the diaphysis. So we have two ends, small epiphysis and a shaft called diaphysis. بين الابيفيسس والدايفيسس هلاقي ابيفيزيال بليت اوف كارتليج، موجوده هنا وموجوده هنا. ابيفيزيال بليت اوف كارتليج دي موجوده بين ذا دايفيسس اند ذا ابيفيسس. This is very important. This is the most important factor for growth of bone in length. طول ما الابيفيزيال بليت اوف كارتليج دي موجوده، هذه العظمه قادره على الاستطاله، ممكن تطول. ولكن هيجي سن معين هيحصل ابيفيزيال بليت اوف كارتليج دي يحصل لها اوسيفيكيشن وتتحول الى بون، وايضا الكارتليج دي عند هذه اللحظه هتتوقف العظمه عن النمو في الطول بتاعها. So between the epiphysis and the diaphysis، ما بين الاند والشافت، عندي ابيفيزيال بليت اوف كارتليج في الابر اند، واحده في اللور اند، ودول هم السر في استطاله البون، the increase in the bone in length. The part of the shaft close to the plate is called metaphysis. يعني المنطقة دي اللي قبل الابيفيزيال بليت، آخر حتة من الشافت هنا وآخر حتة من الشافت هنا، بسميها metaphysis. So these are the parts of a growing long bone. تعالوا نقارن ما بينهم بقى، مقارنة مهمة. اتفقنا the two ends كنيم سميناهم epiphysis and the shaft is called diaphysis. بنقول the ends develops from secondary center of ossification and the shaft develops from primary center of ossification. تعالوا نفهم هذه القصة. اللونج بون دي لما تكونت في الجنين في البداية كانت عبارة عن cartilage. يعني اللونج بون دي حينما تكونت في الجنين في الأول كانت عبارة عن cartilage. طيب وبعدين حصل إيه؟ تقريبا ما بين الاسبوع السادس والثامن من البريجننسي، ما بين الاسبوع السادس والثامن، هيبتدي يظهر في الشافت نقطة هنا. النقطة دي هي بداية تحول الكارتليج لبون.
النقطة اللي هتظهر في وسط الشافت عشان تحول الكارتج لبون بسميها ايه؟ بسميها primary center of ossification. تبتدي النقطة دي تتحول لبون، ثم تبتدي باقي الشافت تتحول لبون، وباقي الشافت تتحول لبون. لغاية فين؟ لغاية عند الكارتج اللي هنا والكارتج اللي هنا. ويتولد الطفل. معنى كده ان الطفل اتولد عنده ايه؟ اتولد عنده الشافت معمولة من بون، ولكن الاندز دول والاندز دول لسه موجودين على هيئة ايه؟ على هيئة كارتلج. طب وبعدين؟ بعد ما اتولد الطفل هيظهر في الابر اند نقطة تبتدي تحول الكارتلج ده لبون، والنقطة دي اللي هسميها ايه؟ secondary center of ossification. فهيظهر في الابر اند secondary center of ossification، يبتدي يحول كل الابر اند لبون، وهنا برضو يحول كل الابر اند لبون، بس هتفضل دي ايه؟ هتفضل الكارتلج دي موجوده. يبقى البرايمري سنتر اوف ossification ظهر during intrauterine life في عمر الجنين، حول الشافت لبون. السكندري سنترز اوف ossification ظهروا في الابر اند لوور اندز، وحولوا الاندز لبون، ولكن فضلت الكارتلج دي، وفضلت الكارتلج دي. هتفضل الكارتلج دي مع الشخص لغايه سن مختلفة، تختلف من عظمة لعظمة ومن ميل لفيميل، ما بين 15 ل 20 سنة تفضل موجودة، وبعدين في لحظة من اللحظات يحصل لها اوسيفيكيشن، وهنا تتوقف البون عن الاستطال. عشان كده بنقول ايه؟ ان الشافت ديفلوبس فروم برايمري سنتر اوسيفيكيشن، بينما الانز ديفلوب فروم سكندري سنتر اوف اوسيفيكيشن. فرق اخر ان التو انز ار كفرد باي ارتيكولر هايلاين كارتلج. الانز دول هيدخلوا في مفاصل، دايما العظمه اللي تدخل في مفصل تبقى متغطيه بغضروف، ونوع الغضروف اللي بيغطيها اسمه هايلاين كارتلج، بينما الشافت متغطيه بممبرين. الممبرين ده بنسميه بيري اوستيوم، وهنتكلم عنه. فرق اخر ان الشافت فيها ميدالري بون مارو كافيتي، يعني جوه الشافت فيه تجويف طويل او لينير كافيتي، كافيتي طوليه مليانه نخاع العظم، بينما ان ذا تو اندز وي دونت هاف ذيس ميدالري كافيتي. واخيرا الفرق الاخير ان زي ما هنعرف الانواع، ان الشافت بتبقى معموله من بون اسمه كومباكت بون، بينما التو اندز معموله من نوع اخر من البون اسمه سبونجي بون. So these are the differences between the two ends and the shaft of the long bone. طيب نيجي نتكلم على البريوستيوم. The periosteum اللي احنا قلنا ايه؟ قلنا البريوستيوم ده is covering the shaft of the long bone, covering the bones عموما. The periosteum is a fibrous strong membrane, عبارة عن غشاء ليفي قوي which covers the shaft of the bone. مكون من two layers. It consists of an outer fibrous layer, طبقة خارجية ليفية, and inner deeper, طبقة أعمق, cellular layer, osteogenic. يعني عبارة عن طبقة خارجية ليفية وطبقة مكونة من الخلايا من الداخل بنسميها osteogenic. Osteogenic يعني إيه؟ يعني عندها القدرة على osteogenesis. يعني إيه osteogenesis؟ Osteogenesis يعني قدرة على تصنيع العظام، وهنفهم دي مع بعض دلوقتي. What are the functions of the periosteum? Number one, protection of the bone. حماية للبون. هو مغطي البون من الخارج فبيدي له حماية. Number two, provides muscular attachment. لأنه هو مغطي البون من الخارج، فلما تيجي عضلة تشبك في البون هتشبك في البريوسيوم اللي مغطي البون. Number three, the periosteum carries the blood supply and sensory nerves to the bone. هو المكان اللي من خلاله ال blood vessels وال sensory nerves هتصل للبون وبالتالي هتخترقه. Number four, ودي نقطة مهمة قوي. It has an osteogenic power. Osteo يعني بون. Genic جاية من genesis يعني خلق. So it has the power to form bone, bone forming ability, which plays an important role in the growth of the bone in width and the healing of bones after fractures. لأن البريوستيوم عنده قدرة على تخليق أو تصنيع عظام جديدة، فبيلعب دورين مهمين جدا.
اولا هو اللي بيلعب الدور المهم في زيادة نمو العظام في العرض مش في الطول، في العرض. ثانيا لو في كسر في العظام هو بيلعب دور مهم قوي في التئام هذه العظام. عشان كده هذه المعلومة المهمة لازم نحفظها صم. يمكن ده يكون اكتر سؤال بيتسأل في البونز دايما. The bone grows in length by the epiphyseal plate of cartilage. العظم هتنمو في الطول بواسطة الـ epiphyseal plate of cartilage. But it increases in thickness or breadth by the periosteum. بتنمو بالعرض بواسطة الـ periosteum. Very important point to notice. كده اتكلمنا على الـ bones according to the shape وعرفنا أهمية الـ periosteum. تاني انا بعيد معلش للي بسمعش الكلام ده قبل كده، انا بفضل ان احنا نقتني الكتاب بتاع الانترودكشن تو اناتومي لانه هيساعدنا جدا واحنا بنذاكر انترودكشن. هو فيه كل المعلومات الكافيه اللي احنا محتاجينها، مش زياده ومش اقل، ولكن معلومات موجوده بلغه بسيطه انجليش بسيط، موجوده على هيئه جداول وصور واضحه جدا تساعدني على الحفظ والفهم. والنقطة الثانية المهمة في هذا الكتاب ان في ترجمة لكل الاكسبريشنز اللي ممكن تاخد وقت مني عشان اطلع معانيها بدل ما اقعد ساعات طويلة على الدكشنريز. هو في ترجمة لكل المصطلحات العلمية وغير علمية اللي احنا عايزين نعرفها عشان تبقى واضحة بالنسبة لنا واحنا بنذاكر. النقطة الثالثة المهمة ان بعد كل شابتر بيبقى فيه مجموعة من نماذج من اسئلة الامتحانات السابقة حسب السيستم الجديد عشان نقدر نحكم على نفسنا اذا كنا ذاكرنا الجزء ده كويس ولا لا. وبعد كل مجموعة من الاسئلة نلاقي الاجابات بتاعتها مع تفصيل ليه اختارنا الاجابة دي مش الاجابات الاخرى، وفي ايضا بعض الاسي questions and the cases. وبالتالي مهم ان احنا يكون عندنا الكتاب عشان يسهل لنا المذاكرة كتير. وايضا مع الكتاب ده مهم ان احنا نقتني الكتاب اللي هو كتاب الاسئلة ده، كتاب مخصوص لجميع اسئلة الامتحانات اللي جت الفترات اللي فاتت مع اسئلة اخرى، بيحتوي الام سي كيوز والاسي كويشنز والكيسز لجزئين. للجزء الاولاني اللي هو الانترودكشن تو اناتومي اند ايضا جنرال امبريولوجي اللي هو الجزء الثاني اللي هناخده، في كمية كبيرة جدا من الاسئلة اللي بتتكرر في كل امتحان واللي غالبا ما بتخرجش عن الاسئلة اللي بنتسألها، وبالتالي بيساعدنا على تأكيد وتركيز المعلومات. زي ما قلت لكم الكتب موجودة في مكتبات طب عين شمس ومكتبة دار الطب اللي موجودة في القصر العيني، وهيساعدونا كتير الكتابين دول واحنا بنذاكر الانترودكشن تو اناتومي. نكمل القصة. احنا صنفنا البونز according to the regions axial وappendicular، وصنفنا البونز according to the shape لست انواع. نيجي نعمل classification للبون according to the histology، histological classification according to structure of bone. طبعا الانواع دي هناخدها في الهيستولوجي باختصار شديد قوي. we have two types of bones histologically. اول حاجة حاجة اسمها compact bone او ivory. ivory يعني عاج. لو شفنا البون دي مثلا هنلاقي لو تاخدوا بالكم شكل البون ده مختلف عن شكل البون ده. شكل البون ده طبقة سميكة من البون، شكل البون ده فيه فراغات او تجاويف في النص. ده اللي بنسميه سبونجي بون وده اللي بنسميه كومباكت بون. الكومباكت بون او الايفري بون ده الاوتر هارد لير ان اوتر سيرفيس اوف شافت اوف لونج بونز. دايما الاوتر لير في الشافت اوف ذا لونج بونز معمول من كومباكت بون، نوع صلب جدا قوي جدا، بنقول ايفري لايك زي العاج. بعد كده بلاقي نوع اخر اسمه سبونجي او كانسيلس بون. سبونجي يعني سفنجي. ده هنلاقي فيه بورز، فيه فتحات، كونسيست اوف ريجولار ترابيكلي، فيه فراغات بفواصل ما بينها. That form spongy network عامل زي الاسفنجة كده such as in sternum. الاكزامبل بتاعها الاسترنم، وايضا في الداخل بتاع البونز وال ends of the long bones. So histologically the bones are classified into compact and spongy. Classification اخر according to the development of bone. Developmental classification according to ossification of bone. يعني ايه؟ باختصار شديد قوي، العظمة اللي عندنا لما تكونت ما تكونتش في البداية كعظمة، كانت حاجة من اتنين. يا ابتدت الاول على هيئة كارتلج وتحولت الى بون، وده اللي هسميه intracartilaginous ossification، او ابتدت على هيئة ممبرين وتحولت الى بون، وده هسميه intramembranous ossification. يبقى حسب طريقة تكوين العظام، العظام تتميز الى نوعين.
This means the transformation of the mesodermal tissue. Mesodermal tissue نوع من أنواع الأنسجة في الجنين اللي بتتميز إلى بون. وزي ما قلنا أول نوع intracartilaginous، يعني عظمة ابتدت على هيئة كارتلج أو endochondral. كوندرم باللاتيني يعني كارتلج، كده خلايا الغضاريف اسمها كوندروسايتس. فالبون دي ابتدت على هيئة كارتلج أو كوندرم، بنسميها cartilaginous bone. دي اللي حكينا عليها من شوية. In most of long bones في الفيرتبرال كولوم اوف ثراسيك كيج، ده اللي قلناه من شوية وشرحته، ممكن نقراه تاني. قلنا early in the intrauterine life في مرحلة الجنين من الأسبوع السادس للثامن a primary center of ossification appears in the shaft. قلنا في primary center of ossification هيظهر هنا where calcification spreads، تتحول الكارتلج لبون لكارتلج model to help the ossification، هيساعد البون formation. After birth secondary center of ossification appear at the two ends of the bones. The shaft and the two ends became completely ossified but still they are separated by a plate of cartilage هنا وبليت اوف كارتلج هنا، دي اللي سميناها epiphyseal plate to help the growth of bone in length. Finally the bone becomes ossified، تتحول كلها البون at certain age، قلنا من 15 ل 22 سنة. In females it is earlier by 1 to 2 years، يعني دايما لو هنقول الفيمر دي هتنهي الاوسيفيكيشن بتاعها مثلا عن سن 20 in males، يبقى هتنهيها عن سن 18 او 19 سنة in females. ونهاية الاوسيفيكيشن بنسميه sinostosis، نهاية الاستطالة بتاعت البون. يبقى اللونج بونز وغيرها بيبتدي على هيئة كارتلج ويتحول إلى بون، ده تسميه cartilaginous ossification. الشكل الآخر intramembranous ossification or mesenchymal ossification. mesenchyme هو الامبريونيك connective tissue، connective tissue اللي موجود في الجنين. ده membranous بون، ده البون بقى بتبتدي على هيئة ممبرين وتتحول لبون، ما بتمرش بمرحلة الكارتلج. زي الفلات بونز، زي السكال كاب or vault of the skull، الجزء العلوي من السكال، زي السكابيلا، زي الفيشيال بونز عظام الوجه، and clavicle زي الترقوة except its ends. خدوا بالكم clavicle مختلفة شوية وفيها تكات كده غريبة شوية. الكلافيكل تعتبر لونج بون ولكن تختلف عنهم في ايه؟ اللونج بون بتبقى ossified in cartilage، تيجي الكلافيكل تختلف it is ossified from membrane. اللونج بون فيها ميدلري كافيتي، تيجي الكلافيكل تختلف it has no ميدلري كافيتي. And the clavicle is the first bone to begin ossification، اول عظمه يحصل لها ossification هي الكلافيكل في الاسبوع الخامس او السادس من الاي او ال. اي او ال يعني intrauterine life، يعني حياه الجنين. هنا في الممبرين ossification center of ossification develops add the mesenchymal tissue في هذا التيشو then transformed into bone without cartilage formation، يعني تبتدي ممبرين والممبرين يتحول إلى بون بدون المرور بمرحلة الكارتلج. طيب تعالوا نحكي بقى على البون مارو. البون مارو هو نخاع العظم الموجود جوه البون. It occupies the medullary marrow، يعني بيحتوي على تجويف العظمي، ده medullary أو marrow cavity of the long bones and the cancellous bone in flat short and irregular bones. في هذه المناطق هنلاقي البون مارو. زي ما قلنا هو two types. Red type the blood forming or hematopoietic. هيماتو جاية من blood. Poietic يعني تصنيع. فهو اللي بيصنع الـ blood cells. And yellow type. يبقى red type the active form بيصنع خلايا الدم. And yellow type. With aging the red marrow decreases and the yellow marrow replaces it. يعني الطفل عنده red marrow كتير جدا واليلو قليل، كلما تقدم الشخص في الجسم تحول بعض الريد مارو الى يلو مارو. لغاية لما نيجي في الادلتس في البالغين the red marrow is restricted to the bones of the skull vertebral column thoracic cage، يعني واخدين بالكم اللي هو الاكسل سكيلتون girdle bones and the head of the humerus and femur، يعني بمنتهى البساطة الاكسل سكيلتون والجردلز اللي شبكة فيها والأبر إند أوف هيومرس وفيمر اللي شبكين فيه الجردلز، يعني هي دي المناطق اللي هيبقى فيها ريد بون مارو إن أدلتس. طيب لما نيجي للأرتير بلاد سبلاي أوف بون، البون بياخد بلاد فيسلز من مناطق مختلفة أو كذا بلاد سبلاي
بياخد ايه؟ اولا بيبقى عندي بريوسكيال ارترز هتبقى جاية تغذي البريوسيوم وبالتالي تغذي البونز، ميتافيزيال ارترز جاية لمنطقة الميتافيسز اللي هي هنا، او ابيفيزيال ارترز جاية للابيفيسز اللي هم هنا. لكن اهم بلاد سبلاي للبون ارتري اسمه نيوتريانت ارتري، نيوتري جاي من نيوتريشن يعني الارتري المغذي، ده بيبقى لارج بلاد فيسل which enters the shaft of the bone near its middle، يعني هو بيدخل تقريبا في نص البون، بيبقى ليه فورمن مخصوص اسمه نيوتريانت فورمن، هيدخل من خلال النيوتريانت فورمن ويتقسم لبرانش الفوق وبرانش التحت عشان يغذي الابر اند اند لور اند اوف ذا بون، ات انترز ذا بون بيربنديكولار تو ذا سيرفيس. يبقى اهم بلاد سبلاي للبون هو النيوتريانت ارتري. So the terms used for describing bones ده موضوع بايخ دلوقتي، اسامي كتيرة قوي مش هنقدر نفهمها ولا نحفظها، مجرد نقراها كده ناخد فكرة عنها، لكن تفاصيلها هتيجي لما ناخد البونز في الابر ليمب اند لور ليمب. هنلاقي elevations اسمها tubercle او condyle او line او spine الى اخره، هنلاقي depressions ممكن تبقى pit او فصة الى اخره، نقرا دول ناخد فكرة عنهم ولكن ما نحفظهمش دلوقتي ومش هتحفظوا، هيبقوا صعبين قوي ان هم يتحفظوا، ناخد فكرة عنهم لغاية لما ناخد البونز ونعرفهم، لكن احنا في المرحلة دي مش هنتسألهم في هذا الجزء. كده نكون خلصنا موضوع البونز، اتمنى ان هو يكون اتفهم كويس لان الموضوع مهم وتفاصيله كتيرة وبيتسأل كتير. هنقف لغاية هنا، والمحاضرة القادمة ان شاء الله هتكون عن المسلز. شكراً.